والله يسجل عيال. شلون؟ شلون؟ انا في واقع. اليوم حبيبي وعزيزي المتابع راح تشوف حلقة من اعظم الحلقات اللي قد صورتها. شوفوا يا جماعة الخير، كتبت له السلام عليكم، كتب لي عليكم السلام اخوي، قلت اخوي انا اللي كلمتك في حراج حق ايفون 15، قال عرفتك مرحبا، قلت له بكم السعر اخوي؟ قال السعر 10 ريال مع ضمان 1.5. قلت كيف 1.5؟ ضمان سنة ونص. قلت اها ليه ايفون الجديد يكون كذا؟ قال الايفون مو متوفر الا عندي. اها ما شاء الله. ونبدا يا جماعة الخير في مقطع اليوم، تأكد انك ضغط على زر اللايك ومشترك في القناة. الضمان هدية لي لك من عندي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعدك الله يسعدك. بس 10 ريال ما تسوى. بقول له الله يسعدك ليه 10 ريال؟ طيب يا جماعة الخير، كتبت له الله يسعدك ليه 10 ريال؟ ولا بالأساس استوراده ما يجي معاه ضمان؟ طيب يا جماعة الخير شوفوا كيف راح حقط له. سؤالك بايخ ليه؟ بقول له ليه؟ لا هذا عايش الدور بشكل كبير. خلينا نشوف يا عيال. أحس صاروا يتقصدون يسوون الشيء ذا عشان أدخل أكلمهم، ما أدري ليه. ولكن مرة ثانية أهجبهم بالشرطة. عرب 10 ريال تبي؟ أهلا وسهلا. بس أخوي بعرف السبب. هل هو جوال أو تغليف؟ ما تبي الواتساب عندي بينفجر من الطلبات. ما شاء الله، هذا عاش دور بيوار يا عيال. بس أنا ما أتكلم بالبجاحة هذه، سؤالك بايخ. لا أتكلم دائما باحترام حتى مع الناس الكويسة والسيئة. ما قد تكلمت بالبياخة ذي. هل هو جوال أو تغليف؟ ما شاء الله آيفون 15 العادي. طيب خلني أقول له عندك صورة الحين حشرة. عندك البرو والبرو ماكس، بوفرهم قريب. ما شاء الله عليه. طيب هيا بسمع اسمع ذي يا عيال. أبي صور له، أبي صور له، وأبي وش هي الألوان الموجودة. كتبت يا جماعة خير، اكتب في جوجل يطلع لك. لا أبي اللي عندك، لا أبي اللي عندك. أحب نتأكد هل هو صادق أو كاذب. فأكيد كذاب. هل في محل ظنكم سوي حركة ذي يمكن يعلن؟ ما أتوقع. بنفسجي باهت لون جديد. هذا يستهبل والله العظيم، هذا يستهبل يا عيال. أخوي خلك صادق، بحول لك أنا. وين ساكن؟ ما نبقى إلا في الخرج. ساكن الرياض. يا رب إنه يكون مو بعيد يا رب. بقول له أنت بقابلك. أيوه بقابلك. صدقوني عيال ثواني، وبقابله بجيه بالجوبرو يا الربع. كاتب بالخرج كذاب يا عيال. يكي والله كذاب يعني. إنه فيوار. بقول له أخوي أنت فيوار؟ أخوي أنت كذاب. اخوي انت فيوار؟ لا دقيقه بقول لك قريب. ايه ركزوا معي، قريب. وين في الخرج؟ انا قريب في الخرج. حياك الله، المحل محلك. شوف جميع الالوان. محل يعني. اقسم بالله نفس فكرتي يا عيال، والله العظيم ما غير فيها شيء. طيب اخوي ابي صور، بس ابي صور. ممكن بعد هذه يا جماعة الخير راح أسأله، بقول له أنت فيوار؟ اتوقع أنه راح يقول فيوار. اضغط على زر اللايك، وإذا أنت برضه ما تتوقع اضغط على زر اللايك واشتراك. أفجرها يا رجال. والله يوم يضحكوني يا عيال. المحل قريب من حديقة الملك عبد العزيز. أوف والله في حديقة الملك عبد العزيز في الخرج. نعم والله فيه. بس هذا كذاب محترف دامه كذا. ما أقدر أرسل لك اللوكيشن بالضبط. ياخذون علي ضريبة. شلون؟ المحل قريب من حديقة الملك عبد العزيز وما أقدر أرسل لك اللوكيشن بالضبط، ياخذون علي ضريبة. ما فهمت وش يقصد في هذه يا عيال. طيب خليني أقول له أها حياك المحل، تمام بجيك. بس عندي سؤال، أنت فيوار؟ اليوتيوبر هذه. بقول له امانه قل ايه. بحثت بالرقم وطلع لك يا شيخ، اصلا ما طلع لي دق بيوار. بقول له لا. يما ليكم انت على الناس زياده يا اخوي، لا تخرب علي التصوير. لا يا شيخ. بقول والله انت فيوار. يقول كيف عرفت انك فيوار؟ حسيت. ما بحثت على الرقم؟ لا والله اني ما بحث. بقول له ودي اقول له شغله، بتصل عليك عشان اصدق. اي انا فيوار يا عيال وخير ذا، اقسم بالله صارك كل شيء. رقمي لا ينتشر، اعوذ بالله. عايش جو. ابشر والله يا صار ما عاد صار في اي حس حرفيا لهم. ابشر بس بتصل يا ابن الحلال. والله ماني معطي رقمك احد، تراك بتقطع رزقي. خلاص والله ما اعطيه احد. خلاص يا ابني ايش فيه تشكى كذا؟ خلاص انا ما اتشكى، خلاص تم. يما قهرني يا عيال. تم بتصل عليك، ابغى اسمع صوته بس. ابي اتصل عليك. مشغول مع الوالد، لفظيت بكلمك. يعني لوك فيوار
قاعد تسجل مقطع الحين، مفروض انك ما تكون مشغول مع الوالد. بقول اخوي انت تقول، اخوي انت تقول انك تصور، كيف مشغول مع الوالد؟ كيف مشغول مع الوالد؟ اسالك بالله الرقم لا يطلع لحد. يا الله والله لو اسوي مع احد كذا اتمنى انك تنشر رقمي، عط اي واحد تشوفه رقمي اذا انا كذا اتكلم معهم. قسم بالله اني ما اقول ذا السوالف ذي كلها. اخوي كذاب انت، بقول لك كذاب، اخوي كذاب، اخوي كذاب انت. ما انت فيوار، اتصل اسمع النوت، اسمع الفويس يقصد مو النوت. نوت يجي نوت ملاحظه ولا اي؟ والله تيجي ملاحظه كذا كذا. يلا خلنا ننتظر. والله يسجل عيال. كذاب كذاب، واضح انه مسجله يا عيال، انتبهوا يقطع شكله. طالع عندكم الصوت مو طالع صح؟ ثواني مو طالع يا عيال، انتبهوا انتبهوا، بعد اشغلكم الصوت هنا، انتبهوا يا عيال. ها انا اقول لكم اياها المره المليون، انتبهوا. والله ده مو انا والله. مرحبا ومسهلا، انا في وار. شلون؟ مرحبا ومسهلا، انا في وار. يقهر يا عيال والله يقهر. طيب خدني الخمه، رقمي لا ينتشر. طيب اسمع، رقمي لا ينتشر ولا يطلع احد. ابشر ابشر، احنا جاء وقت الجد. مرحبا ومسهلا، السلام عليكم. مرحبا ومسهلا، اي انا فيوار، كيف حالك؟ طيب امورك زينه؟ بكمل معاك السيناريو، ابيك تحول لي العشرة. انت فيوار بس تكذب. يعني سيناريو هذا كله اللي يسوي فيوار كذب؟ ما شاء الله، عشان المشاهدات بعد. يعني فيوار يسوي ذا الاشياء كلها؟ ما كنا ندري يا ولد، انا ما ادري اضر هذا اللي خلف الكواليس. ها بينصدم عيال بعد ما يسمع الصوت، بينصدم ايه، صدقوني صدقوني بينصدم صدفة عمره. يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا بارد الوجه. انا فيوار، انا 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 مو انت، انا قسم بالله العظيم. اول شيء بسألك، امنتك بالله سرقت احد ولا ما سرقت؟ امنتك بالله بلكني. انحاش يا جماعة الخير، انحاش يا الربع. المهم يا جماعة الخير، اي والله بلكني يا عيال، والله بلكني شوف ما يوصل شيء. المهم يا جماعة الخير، هذا الشخص اللي قلت لكم قبل في المقطع، وعندنا برضو شخص ثاني كاتب يا جماعة الخير غرفة فيوار جيمينج والسعر 3000، يعني في العنوان حق الغرفة 3000، لا وحاط الخرج، يعني هو فيوار فيوار، غرفة نظيفة جدا والسعر 35000، يعني هو ما اكتفى ان اللي فوق 3000 واللي تحت 35000، تناقض غير طبيعي. خلص التناقض هنا، لا لا معكم فيوار شخصيا، هذا الشخص هو فيوار، فيوار هذا هو بنفسه، يعني حتى السيت اب سبحان الله نفس سيت اب فيوار، شوف نفسه بالضبط نفسه. سيت اب ما قد شفته اصلا، مظلم طول حياته، ولكن انا نوره. انا نوره، لا انا اسامه. حلوه بس انت نفسيات. طيب خلصنا الحين، لا شوفوا شوفوا التناقض، فوق 3000 وهنا حاط 35000 ريال يا عيال، هنا حاط السعر 3500. المحزن المضحك، تمام، صادق بتبيعه ب 3500؟ كومنتات صادق بتبيعه ب 3500؟ والكومنت الثاني لا يا شيخ، على اساس فيوار بيكتب انه والله انك صادق، مستحيل اجي اكتب كذا انا. طيب ناخذ رقم الله يسلمكم يا جماعه الخير ونتصل عليه الان. طبعا حاولت اتواصل معه، شوفوا يا عيال، حاولت اتواصل معه في 4 سبتمبر، السلام عليكم اخوي موجود فيوار، تكفى فهمت يعني حتى الوقت تشوفونه مختلف، لكن الحين راح نتصل عليه يا جماعه الخير. كبر الكاميرا نقول بسم الله. 5 5، احاول اغير صوت يا عيال، بحاول اغير صوتي. ها ثاني مشغول يا الربع، بعيد الاتصال عليه بعيد، حبيت انا اعطيني مشغول. طيب خلنا ناخذ رقمه نحطه في النمبر بوك، ثواني نروح للنمبر بوك، نمبر بوك قديم هو، انا مسميه نمبر بوك لكن ذاك اللي يطلع الارقام. صار اتصل. الو هلا اخوي، انت عارض السيت اب؟ شكل عرف اللي فيه. 9 1 2، انا سجل رقمه 6 بسميه، يعني 6 اب. ايوه قرر رساله عيال، يبغى لي افتح الواتساب هنا. يقول ايه يا لبى قلبه، ثواني يا عيال، ثواني ثواني يا ناس، ثواني يا ناس، وصل وصل محتواي 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 من معي. يقول دقيقه بالله خلني اضف اغراضي لو سمحت. من حراج اخوي، انت عارض 6 اب؟ بقول انت فيوار، بقول انت فيوار بالخمه لانه كاتب هو فيوار على طول بندخل بعينه. انت فيوار، يقرا يقرا عيال يقرا، قاعد تشوفه هنا ثواني. اي نعم، يا الله مرحبا، اهلا وسهلا، اقدر اتصل اسمع صوتك؟ تكفى ابي السيت اب، تكفى ابي السيت اب، راح يكلف 45000 بس فيوار.
يبيع رخيص ليه غالي؟ ليه غالي؟ خبر فيوار ابو زي ابو ريالين، فيوار ابو ريالين الحرج، انا اسمي ابو ريالين الحرج، اشياء رخيصه اجيب اشياء غاليه برخيص. شكلك بقوله شكلك طفرت يا اخوي، البي سي بكبره ب 10,000 يا ولد، ذاك انه يعرف سعر البي سي. طيب بس مو مزاد مطفرين، مو شكلي غلطان. بقول له 3500 انت كاتب، 3500 انت كاتب، الزم الفاضك لو سمحت. الحين الشيطان، اسف فيوار، بعتذر نفسي يا جماعه خير. والله العظيم اسف فيوار، اسف فيوار، والله احبك. هذيك سلسله، اها معليش معليش. طيب لو بشتري ابي اقابلك، اقابلك اقدر؟ وين احول؟ اوه اقدر اقابلك، يا سلام. بقول له انت وين؟ هو كحط الخرج، انا شايف انت وين. كاش؟ اي كاش، اي كاش، انا بالخرج تم. اقدر اقابلك بعد ساعة؟ بجي من الرياض، بجي من الرياض عند خوالي. ثواني يا عيال، خوالي. تكفى يا ولد ذا صادق؟ لا والله عندي مقطع شغال عليه. تكفى فيوار، تكفى فيوار، طلبتك ما اقدر اقابلك، مشغول والله. يا الله يا عيون انا والله بشتري، والله بشتري. طيب يلا يلا، والله اني بشتري كاش. طيب انا ابي اشتري عادي، احول كم؟ احول كم؟ دامك شوف، ها دامك فيوار انت مضمون، ما راح تسرق صح؟ ما راح تسرق. 45 45، انت حاط، انا بجيب الاعلان يا جماعه الخير، ثواني خليكم معي. 3500 بتصل عليه عيال، هو يكتب، هو يكتب، هو يكتب. بلخم ها، بلخم 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 بلخم. بعدين هو انت ما شاء الله. طيب رد 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 عشان ما اطاق معك. رد. الو سمعت الخير، هذا كذاب اصلي. بقول ابي اسمع صوت فيوار، ابي اسمع صوت فيوار. تكفى اطلع من عند اهلك، اطلع من عند عيال. شو ايش بسوي ها يا ابوي؟ اطلع غصب، بقول له اطلع غصب. شو ايش يقول فيوار؟ فيوار اللي مو انا، فيوار الغريب. يلا خشوا، يلا تعال يا فيوار، يلا يكتب يكتب. ما اقدر يا اخوي. بقول سجل فويس، بقول اثبت لي انك فيوار، اثبت انك فيوار. والله لا احول اذا صدق، وانا رجال كبير. حليله والله يفتح النفس. بقول صور وجهك، صور وجهك، اتاكد انا فيوار. صدقت اهلا وسهلا، ما صدقت بكيفك. طيب ما سويت مزاد مطفرين عشان يصدقه؟ انت ما سويت مزاد مطفرين يا بارد الوجه، هذا مو فيوار، هذا بارد الوجه. بقول له انت ياسين، طلع لي اسمه عيال في النمبر بوك، ياسين. انت ياسين تبي تطلع معاي باليوتيوب؟ اي دقيقه دقيقه عيال، طلع اسمه ياسين اوكي، تبي تطلع معاي باليوتيوب؟ ايه تكفى يا. بقول له انت ياسين، بقول له انت ياسين، ايش رايك معي الحين؟ يمكن يطلع لنا اسم ثاني زياده، والله طلع لنا دقيقه ياسين. يب بس ياسين طالع لي عيال، خلينا نشوف ايش بيقول لو نبغى نطلع مع فيوار يوتيوب. طيب يا جماعه خير، نسيت اكمل لكم. والذي رفع السماء بلا عمد، كل ما تراه امامك انه حقيقي، اقسم بالله العظيم. ليه يا اسامه قاعد تقول الكلام هذا؟ ارسل لي اي شيء من الغرفه وراح احط صوتك. كيف ارسل اي شيء من الغرفه وراح؟ كيف؟ اقول لك كيف كيف. ليه قلت لكم كذا يا عيال؟ في ناس تعتقد ان هذا الشيء ممكن تمثيل، ولكن والله العظيم اللي قدام عينك انه حقيقي، قسم بالله العظيم ان الشخص اللي قدامي اني ما اعرفه. هذه ترى حلقه سلسله سواء مزاد مطفرين او شخص منتعل شخصيتي. ارسل اي صوره من غرفتك وانا احط صوتك. ما فهمت. طيب انت ياسين، بقول انت ياسين معك شرطه، شرطه الاطفال كذا مكتوبه معك. بقول شرطه بعدين الاطفال، مكتوب معك شرطه الاطفال. معك الشرطه. شرطة الأطفال يقول ارحب. ثواني ثواني، شرطة الأطفال بكتب له. هلا فيوار عيال، بسجل له فويس ثاني. هلا فيواري، هلا حبيبي، مرحبا ومسهلا، كيف حالك؟ طيب علومك أبو وار؟ طيب وين الناس؟ ما تجينا ولا تسير؟ ياسين أقسم بالله العظيم لو تترك حركاتك، والله العظيم إني لا أجي بيتكم والله، وخليهم يسحبون ولي أمرك وتروح للشرط. أنا أقول لك من الآن، ياسين ابعد عن الشر وغني له، قسم بالله العظيم. ياسين ابعد عن الشر وغني له، قسم بالله العظيم. انتحال شخصية هذه توديك وراء الشمس، قسم بالله العظيم. أنا أقول لك من الآن انتبه على نفسك، هذا مو تهديد، مو تهديد والله، مو تهديد، ولكن والله ما عاد راح يفيدك أحد. ارحب فيوار، بارد وجه ذا، بارد وجه، قول ارحب فيوار بعد. بقول رد علي، دقيقة بخفي صوتك، بقول له بخفي صوتك عشان يرد. يقفل وجهي يا عيال، يقفل. يقول رد رد ما عليك. اسف والله انا، وانا مكرد رد نتفاهم. يقول اسف والله انا مو ياسين. سلام ياسين. الو هلا والله، كيف حالك؟ عادي عادي تكلم، ما راح اتكلم صوت عادي، ما راح اطلع صوتك بخفيه. يا اخي رد تكوى، يكتب يكتب، ما راح اخليه يكتب.
يكتب يكتب عيال يعني. إيه كاتب قدي بقول عند بسروالي عند أهلي والله بقول اطلع من أهلك اطلع من أهلك ورد علي لازم والله معليش بقول له احذف الاعلان اجل ايه على طول عرف الحين احذف الاعلان ايه يقول اسف والله طيب يا جماعه الخير والله وش اسوي اقسم بالله تعبت وش اسوي والله وش اسوي علموني وش اسوي يلا قولوا لي هذا قاعد يكتب اكتبوا لي رايكم تحت بكم يعني لا تسوي حظر تكفى لا والله انك بتاخذ حظر من من الرياض لازم هذا والله لازم ياخذ حظر ما اقدر ما انت شخصيتي ترى مسوي شيء سيء ترى مو كويس والله ترى يعتبر شيء سيء شيء سيء مره 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 فالى هنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه مقطعنا اليوم اشوفكم في امان الله يا جماعه الخير مع السلامه إذا حاب تشوف مقاطع أكثر اضغط على المقطع اللي قدامك المقطع هذا تجربتنا يوم اشتغلنا 24 ساعة داخل البيت أشوفكم في أمان الله مع السلامة.